جنرال يعني. تمام، المفروض ان انا ام ريكوردنج ناو يعني. تمام، فالدنيا يعني بقت كلها جينيتكس يعني. حتى لسه قاري مقاله لواحده مكسيكان قضت فتره طويله قوي في كامبريدج. وطبعا منكم اللي هو عارف يعني انجلترا بالنسبه للساينس والميديسن اوكسفورد وكامبريدج، ودول طبعا قلعتين ضخمتين للعلم يعني، بصرف النظر عن ان هم بيعملوا سباق تجديف دولي كل سنه بقالهم مش عارف 130 سنه، هم متنافسين. لكن هي قعدت تشتغل في كامبريدج وعاشت في جو فيري ساينتفك، وبعدين اضطرت ترجع المكسيك. فبتحكي بقى عن النقله بتاعت التجربه، احنا مش بعيد قوي عن المكسيك يعني. لكن الميزه طبعا ان النت بيقرب كل البعيد يعني، وان احنا يعني ساعات بنشوف بيبر بقى 20 دقيقه، احنا مثلا كنا زمان نقعد سنه عشان نعرف. anyway انا النهارده يعني التاسك ان انا هتاتش كل الاسينشالز والبيزك، وبعدين لو في جلسه تانية نقدر نقول على الايه، على المور سبيسيفيك يعني ايه جينيتك فاكتورز في الكوفيد مثلا، والكلام اللي هو اليومين دول مش عارف ايه الفطر الاسود والكلام اللي هو يعني شغل البابليك. تمام، هنشوف احنا اللي هنعتمد عليه اللي هو النوتس اللي معانا دي موجود عندكم، لكن ممكن ان احنا نبعتها لو هي مش عندكم يعني. هنبتدي من الفيري بيزك يعني اللي هو الفيري بيزك اللي هو شوف بس كده اجيب الشير سكرين دي ولا ايه. كان نفس المشكلة جامعتي المرة اللي فاتت برضه، إن أنا عايز أجيب ال معلش ثواني. المرة اللي قابلني المشكلة دي إن أنا عايز أجيب الشير سكرين وبعدين أنا ملاقيهاش وأبتدي أتنرفز. هي ظاهرة عندنا دلوقتي يا دكتور. ظهرت عندكم؟ ظاهرة عندنا دلوقتي. طب هي مش ظاهرة عندنا ليه؟ طب أجيبها أنا إزاي طيب؟ لا، هي الشاشة بتاعت حضرتك ظاهرة عندنا لكن لسه النوتس نفسها متغيرة. النوتس لسه طب اجيبها منين دلوقتي دي بقى؟ كل مرة اتلخبط في البتاع دي. Most class notebook assignments grades meeting ends meeting today. ثواني معلش. سيت سيت نقطة دوسير شوف كده. خش تاني ولا ايه بقى؟ نيو شانل ميتنج. خش تاني امري الله. فين السكرين؟ افتح تاني كده نشوف. ستوب شيرنج اوبشن. لا شير كونتنت. ايوه شير كونتنت. وبعدين بقى طلع من البيت مش هقعد فيه، معلش هنحل المشكلة دي فورا يعني إن شاء الله.
كنترول شيفت كنترول شيفت اي كنترول يا دكتور yeah. هو لو في إمكانية حضرتك يعني أبعت لك ترفعها على تيمز أنا أعمل لها شير ما عنديش مشكلة. طيب أبعت لك إزاي طيب من على الموبايل بقى مش كده؟ يعني الكلام ده اتعمل إمبارح ما عنديش مشكلة. طب في إيه بقى النهاردة ما أعرفش محضرة من امبارح ميتنج ريكورد ما عنده في مشكلة بقى مش عارف اتصرف بصراحة. يعني لو حلمي يكلمني يسهل عليا واجيب له مش عارف اجيب مش عارف اجيب الشير سكرين مش فاهم ليه. يعني المفروض ان انا هنا ادي السهم وده السهم مفروض شير كونتنت اهو ويندو سكرين اهو براوزر باوربوينت لايف سي يور نوتس نو فايز افيلبل نو وايت بورد سكرين لا إله إلا الله. مفيش بقى غير إن أنا أكلم حلمي معلش كده. ثواني يا ولاد. لا 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 يا حلمي انا مش عارف اشير السكرين وانزل الحاجات اللي انا حطيتها على الديسكتوب. السهم دوس عليه والله والله دايس عليه اهو والله اديني دوس عليه اهو ولا حاجه مطلع ايه شير كونتنت انكلود شير كونتنت معلش سهم يتعمل في سكرين مكتوب سكرين مش مكتوب شير سكرين مكتوب اهي دوست على سكرين ما انا مش عارف اجيب مش عارف اجيب الديسك توب مش عارف اجيب سهم تمام صح كده ايوه حاضر
ظهر. تمام. ماشي، شايفين الحاجة اللي أنا بعملها دلوقتي ولا لأ؟ شايفينها يا دكتور أزهر؟ شايفينها. بس بقى المحاضرة موجودة ورا، يعني دول في حاجات على اليمين اللي على الديسك توب، الجينيتكس دي ورا الشاشة الكبيرة دي، نيو شانل ميتنج، عايز أجيبها كلها. مفتوحة بس مش كلها. ايه ايه هذا؟ طلع باوربوينت. طلع باوربوينت. ما مش لسه بيحمل اهو. ماشي يا حبيبي، معلش. ماشي، سبحان الله. وانا دي عندي مشكلة برضه. ايوه ان شاء الله يا حبيبي، قول كده باذن الله يعني. بلانك ويلكم، برينج يور، مش عارف ايه، مش عارف. الفايل الاساسي بتاعها على الديسك توب. كلكتين، ما بس مش عارف اجيبه، مش عارف اجيبه، مستخبي ورا الشاشه الخاصه اللي قدامي دي. اهو لقيته، اهو لقيته، اهو تمام. انا لا يكونوا شايفين بقى. بفتح انا اهو. تمام، بيحمل اهو. طلع لي حاجات غريبة كده، لكن خلاص تمام. شايفين انتوا اولاد البرزنتيشن؟ شايفينها مش كده؟ ظاهرة عندنا واضحة. طيب خلاص الحمد لله، ماشي، شكرا يا حلمي، شكرا. طيب عندنا، معلش لهذا العطل الغير فني يعني، الجهلاوي يعني، معلش. اتكلم على جينيتكس، وقلنا ان احنا هنقول ايه، هنقول بس اللي هو البيزك، تمام. وقلنا عندنا حاجه اسمها جينيتكس، اللي هو ستادي اوف جينيتك ديزيزز. جينيتك ديزيزز ممكن ديو تو جين بروبلمز، ممكن تبقى كروموزومال بروبلمز، وجين دي مثلا ايه، ممكن تبقى مش موجوده، اور سودو جينز، اور يعني ايه، فيها لوس اوف فانكشن مثلا يعني. هناخد الكلام ده احنا ماشيين، تمام؟ ماشي، نشوف كده يعني ايه كلمة جين، شوية ديفينيشنز كده معانا. روان، ماشي، روان وزميلاتي يعني. ماشي، احنا دلوقتي هنتكلم معايا دلوقتي، انتوا اولاد؟ مع حضرتك يا دكتور. معايا، طيب الحمد لله. هنبتدي بشوية ايه؟ بشوية ديفينيشنز كده، نتأكد منها ان الدنيا ست، ان احنا نكمل يعني. يعني ايه جين؟ وات از جين؟ جين از ا بورشن اوف دي ان ايه. ايه هو الدي ان ايه؟ ديزوكسي رايبو نيوكليك اسيد، اللي هو معمول من ايه؟ من شوجر، ومعمول من ايه؟ بيز. والبيز ده ممكن يبقى بيورين، وممكن يبقى بيراميدين، ومعاهم في ايه؟ فوسفيت، تمام. يبقى ايه؟ يبقى ديفينيشن اوف جين از ا بورشن اوف دي ان ايه ذات كونتينز ذا كودز فور ا بوليبيبتايد سيكونس. يبقى احنا هنا المساله ان انا عندي بوليبيبتايد، سواء بقى ده بقى انزيم، بقى انتي انزيم، بقى هرمون، بقى سيرفس ماركر، وات ايفر. بولي بيبتايد، البولي بيبتايد ده معمول من ايه؟ معمول من امينو اسيدز، تمام. امينو اسيد جنب امينو اسيد جنب امينو اسيد، ده اسمه بيبتايد. لما يبقى يعني لينسي يبقى اسمه بولي بيبتايد، تمام. طب احنا عندنا كام امينو اسيد؟ عندنا حوالي 20 امينو اسيد، منهم ايه الاسينشال ومنهم النون اسينشال، وكمان بيختلفوا. واحد يعني في امينو اسيدز مثلا اسيدك، وفي امينو اسيدز بيزك، وفي امينو اسيد هيدروفيلك، وفي امينو اسيد هيدروفوبيك. لكن كل الاستراكشرز بتاعت البوليبيبتايد مبنيه على الايه؟ على الامينو اسيد بيزك سيكونس. لكن ان النيتشر البوليبيبتايد ده ما هوش عباره عن ستريتش على السيرفيس بتاع وات ايفر يعني، لا ده هو فولز، البيبتايد ده فولز انتو جلوبولار ستراكشر، سيركولار ستراكشر،
بول لايك ماشي. ودي مهمه جدا لان احنا عندنا فيلير اوف اللي هو الفولدنج بتاع البولبيبتايد، يبقى عندنا ديزيزز اشهرهم حاجتين الالزهايمر والامايلودوزيس. دول كل البروبلم ان البولبيبتايد اللي عامله البروتين زي الفولدنج بتاعها اب نورمال، فبنسميها ايه مال يعني ديزيزز ديو تو مال فولدنج اوف بروتينز، اهمهم الزهايمر والامايلودوز. نفس الفكره طبعا ان الامايلودوز بي هو الريبوزيت في الالزهايمر ويعمل ديزيز. طيب كل امينو اسيد بقى من ال 20 دول له كودون. كودون يعني ايه كودون؟ يعني ادجيسنت تريبلت اوف نيوكليوتايدز. النيوكليوتايدز اللي عندنا اللي هم ايه ذوي اللينك الالهي اللي هو ايه ادينين جوانين سيتوزين والثيامين. الايه الادينين بيرز وذ ايه وذ الثيامين، الايه مع التي والسيتوزين مع جوانين، ده في الدي ان ايه كويس. طيب كل ثلاثه من دول ادينين والثيامين والسيتوزين والجوانين كل ثلاثه من دول يكود فور وان امينو اسيد، يبقى هم دول موجودين في جينز على الايه على في الدي ان ايه على الكروموزومز عشان يتحولوا الى امينو اسيدز موجوده في الايه بتتعمل في الريبوزومز بره المصنع. كل ثلاثه من دول يترجموا يبقوا وان امينو اسيد، يبقى كودون ديفينيشن بتاعه ات از ادجيسنت تريبلت ثلاثه اوف نيوكليوتايدز فور سنجل امينو اسيد. الاكزامبل ادينين جوانين ادينين فور ارجينين تمام، والثيامين ثيامين سيتوزين فور فينال الانين خلاص. يبقى انا لما اجي اقرا بعد كده وعندي مسنجر ان ايه وبعدين ترانسفير ار ايه وبعدين يروح على الريبوزوم عشان يترجم هيترجم بهذا الشكل. كل المساله اللي عندنا ان احنا عندنا الدي ان ايه عندنا الثيامين لما يروح بقى هناك على الايه على ال يبقى ار ان ايه هيبقى يتغير الثيامين يبقى يوراسيل تمام. الاقدم في الجنريشنز الار ان ايه، الاحدث في الديفلوبمنت في النيور جنريشن اللي هو الدي ان ايه لانه مور ستيبل تمام. يبقى كودون ادجيسنت تريبلت اوف نيوكليوتايدز اللي هو الاي تي سي جي ويتش كود فور سنجل امينو اسيد تمام. احنا لو خدنا البوسيبيليتيز بتاعه الايه الاربعه بيزز دول يعملوا حوالي 64 ديفرنت ثلاثه تريبلتس، لكن احنا عندنا كل الموجودين 20 امينو اسيد، يبقى انا عندي بوسيبيليتي اوف تريبلت اوف نيوكليوتايدز ويتش ويل نوت كود فور امينو اسيد المكروم 20، او يبقى عندي مور ذان تريبلت يكود فور ذا سيم امينو اسيد يبقى له اثنين كودون مثلا. وكمان عندي تريبلت ممكن تانيشيت اللي ترانسكريبشن وترانسليشن، ويبقى ده اسمها مثلا ايه البروموترز كويس، او يستوب كودون يبقى يبطل الايه الترانسكريبشن. المعنى ان احنا عندنا فور نيوكليوتايد بيزز نيدد تو فورم 20 اسينشال امينو اسيدز، لكن البوسيبيليتيز اوف ذا تريبلت فورميشن فروم ذيس فور اي تي سي جيز از اراوند 64. سو ذير ار codons which do not code for amino acids but they code for starting translation and codes which stop translation. مثلا CCG يبقى ده does not code for amino acids، لكن يقول ان كفاية كده خلاص هو جزء ده من الجين هو اللي هيكود for amino acid. وكمان ان ممكن يبقى عندي one given amino acid coded for by more than codon خلاص. يبقى ده تاني تعريف اللي هو الكودون. There are 20 common amino acids but 64 قلناها دي. طيب عندنا حاجة اسمها سودو جين، ضيفوها عشان مش موجودة. سودو جين يعني ايه سودو جين؟ يعني across the generations القديمة من رايسز مانكز واللي قبليهم يبقى في جين له certain function. مع development والبروجرس ونشوء الايه؟ الانسان هذا الجين فقد وظيفته. فبقى ايه؟ سودو جين موجود لكن ايه does not code for a given enzymes مثلا، فبسميه سودو جين تمام.
وانا ما اسود كان بي كودد فور باي مور ذان 1 تيربت. قلنا الكلام ده جين كان فيري جن ايه جريتلي دي جريتلي عشان كلمه غلط جريتلي ان سايز. يبقى الجين اللي هو مثلا بيكود فور البيبتايز بتاع الهانتنج كوريا ده مثلا ضخم جدا. عندنا مثلا جينز بتكود فور انذر انزيمز لكن عباره عن شورت ستريتش اوف نيوكليوتايدز. احنا بنقيس الاستريتش بقى بتاع الجين اللي هو ستريتش اوف دي ان ايه بقيسه بعدد البيز بيرز اللي موجوده. البيز بيرز اللي هم اي والتي والسي والجي كل اتنين من دول بقول ان هم بيز بيرز بيز بيرز بي بي. بقيس انا اللينس بتاع الجين اللي بيكود فور ا جيفن بول بيبتايد باي ذا نمبر اوف بيز بيرز اللي موجوده فيه. احنا الهيومنز عندنا لسه في بحث تعقول انا في الاخر لكن نقوله دلوقتي ان احنا الهيومن كروموزومز اللي هم زي ما انتم عارفين 23 بيرز منهم 22 اوتوزومز مش كده و2 سكس كروموزومز. السكس كروموزومز اكس اكس في الفيميل واكس واي فين في الميلز. اما عملوا سيكونسينج لكل ال 23 بير كروموزوم دول لقوا ان اللي موجود بيز بيرز فيهم 5 بليون شرطه 055 بيز بيرز. يبقى احنا حجم الجينوم اللي هو الانهيريتد ماتيريال فروم ذا بيرنس عباره عن 5 بليون 0.55 بيز بيرز. بيز بيرز يعني ايه؟ يعني ادينين ثيامين جوانين سيتوزين. هو ده حجمهم وده مش ضخم يعني لكن اللي هو فعلا له جينيتك يعني بيكود فور جينز من هذا ال 5 بليون حوالي 5%. الباقي بقيه البيز بيرز دول مش عارفين الفانكشن بتاعتهم كانوا لغايه قريب لكن لقوا حاجه اسمها ترانسبوسونز ضيفوها برضو. ترانسبوسونز دول اللي هم بيقولوا عليهم ايه جامبنج جينز او جامبنج دي ان ايه. جامبنج دي ان ايه كويس جامبنج دي ان ايه سموهم ترانسبوسونز. يبقى دول عباره عن ترانسبوسون دول اللي هم واندرنج or jumping DNA. They thought ان هما of no function لكن طلع ان هما very important functions وان الجامبنج بتاعهم الترانسبوسونز دول اللي هو jumping DNA الجامبنج ده محسوب calculated وكل يعني ايه واحد منهم له certain function. يبقى ايه الاسامي الجديده اللي هنضيفها يا روان اللي هو وات از سودوجين اللي هو قلنا كروس جينيريشنز ات واز اكتيف ات لوور انيمالز لكن ناو لوست اتس فانكشن فبنسميه سودوجين. وات ترانسبوسونز ار جامبنج دي ان ايز اللي هو ميكينج 50% اوف هيومن جينوم. وات از ذا هيومن جينوم اللي هو انهيريتد ايه جينز اون ذا كروموزومز. كام كروموزوم 23 الاوتو 22 الاكس السكس الفيميل اكس اكس والميل اكس 1. وانا عندي فكره كده برضو اطرحها معاكم يعني لسه كنت بناقش النهارده مع زملاء ان احنا دلوقتي ابتدت هذه الجينز في المفهوم بتاعنا يعني الديني من سيدنا ادم والسيده حواء كويس. ادم كان لازم يبقى ايه اكس واي مش كده ولا ايه وحواء كان لازم يبقى اكس اكس تمام. هنا عندنا اكتر من اكس 2 اكس في الفيميل و1 اكس ان ذا ميل. بيبقى عندي البوسيبيليتيز ان انا بعوز في البني ادم بعد كده عايز 2 في الفيميل اكسز او 1 اكس في الايه في الميل. بيبقى عندي اوبشنز مش كده من الثلاثه اختار 2 اعمله في ميل ومن الايه من الثلاثه اختار واحد احطه مع الواي يعمل لي ميل صح. لكن الواي ملوش بديل يعني الواي منذ خلقه ادم هو الواي ما عنديش اختيار ثاني. واخر كلام دلوقتي برضو ضيفوه بالنسبه للواي كروموزوم زي ما هنخش كام كروموزوم دلوقتي it is the smallest size كروموزوم. يعني كروموزومز بقى مترتبين الاوتوزومز 1 2 3 4 5 6 لغايه 22 وبعدين عند الاكس والواي
اطول واحد واكبر واحد اللي هو كروموزوم 1، واصغر واحد اللي هو الواي، والواي از لوزينج اتس سايز اكروس جينريشنز. الواي كروموزوم از بيكامينج سمولر اند سمولر اند لوزينج اتس جينيتيك فانكشنز، لدرجه ان احنا الواي كروموزوم ان ميل ريسس مونكي contains 1350 genes while the Y chromosomes in humans contain only 45 genes. يعني across the generations ما بين the development of a of monkeys لما بقت human beings according to Darwin يعني the Y chromosome lost اكتر من 1300 جين كانوا موجودين عليه، يعني ما بقالوش لازمه. طب ايه ازاي افرق بين السكسز؟ قالوا زي ما كان بيفرقوا بين السكسز قبل الديفلوبمنت اوف ذا سكس كروموزومز، بمعنى ان الديفلوبمنت اوف سكس كروموزومز فروم اللور انيمالز للهيومنز there were stages in the development where the sexes into male and female were differentiated not by the XX chromosome or the XY chromosome but by the effect of environmental factors. كلام عجيب والله، كلام عجيب. يعني الحرارة مثلا زيادة تخليه يبقى في ميل مثلا. كلام خطير، كلام خطير. تمام، احنا بقى ايه قلنا ان احنا عرفنا بعض التعريفات، مش كده؟ هنكمل بقى بقية الايه، زودت انا بس لحزو السودوجينز والكلام اللي انا قلته على الايه، على الترانسبوسونز او الواندرينج او الجامبينج دي ان ايه. تمام، عندنا بقى بروسيسز اسمها ترانسكريبشن. يعني ايه ترانسكريبشن؟ انا عندي دلوقتي الجينز على الدي ان ايه، والدي ان ايه ده جوه الكروموزومز، والكروموزومز دي جوه النيوكليس. تمام، فانا عندي دي ان ايه موجود اهو، عايز اعمل منه من الدي ان ايه اعمل منه حاجه اسمها فانكشنال ميسنجر ار ان اي، يطلع من النيوكليس، يطلع من النيوكليار بيزمنت ممبرين ويخش في الايه، في السيتوبلازم. تمام، يبقى انا فورميشن اوف فانكشنال ميسنجر ار ان اي، يعني ايه؟ هو كان دي ان اي، فورميشن اوف ميسنجر ار ان اي فروم نيوكليار بيز دي ان اي are found mainly in the nucleus. Then they are exteriorized outside. وقلنا الفرق بين الايه؟ بين الدي ان ايه والار ان ايه، اللي هو ان الثيامين بيبقى يوراسيل، لكن الباقي يبقى زي ما هو. خلاص؟ يبقى ترانسكريبشن فورميشن اوف فانكشنال ميسنجر ار ان ايه، ياخد الرساله بتاعت الكومبوزيشن ويطلع بيها من الايه؟ من النيوكليس لبره. هذا الترانسكريبشن ده بيبقى له فاكتورز، يعني في فاكتورز هي اللي بتبتدي ترانسليشن. ده موضوع كبير اسمه ترانسكريبشن فاكتورز، مش وقته. تمام، وعندنا انواع كبيره من الايه، ترانسكريبشن فاكتورز، كل واحد فيهم بياكتيفيت اجزاء معينه. لكن احنا نحفظ يعني ترانسكريبشن، وبعد الترانسكريبشن بقى اللي قصادها ترانسليشن، اللي هو بقى فورميشن اوف ترانسفير ار ان ايه، المسنجر اللي طلع يعمل ترانسفير ار ان ايه، ماشي، فين؟ في السيتوبلازم. يروح فين؟ على الرايبوزوم. الرايبوزوم هو المصنع اللي هو الكودونز واللي بيترانسليت انتو بروتينز للامينو اسيد. So it's formation of protein in the ribosome through transfer RNA intracytoplasmic. الحركه نفسها ان ده يطلع من النيوكليس وبعدين يبقى يتحرك في السيتوبلازم يروح الرايبوزوم، برضه اوت اوف ذا سكوب للاندر جرادويتس، لكن دي تحتاج الى فهم. ماشي؟ ترانسكريبشن يبقى ميسجر ار ان اي انترا نيوكليس وبعدين يطلع اكسترا نيوكليار، عشان يبقى اسمه ترانسفير ار ان اي، والفرق بين ار ان اي والدي ان اي قلنا الفرق بينهم، مش كده؟ وبعدين يروح على الايه؟ على الريبوزوم عشان يعمل لي ايه؟ البروتين. البروتين عباره عن بوليبيبتايدز، بوليبيبتايدز معموله من امينو اسيدز. تمام؟ ده ترانسليشن. يعني ايه كروموزوم بقى؟ كروموزوم ده ار ماسيف، خلي بالكم، ماسيف ستراكشرز containing one linear molecule of DNA that is wound ملفوف around his stone core into small units called nucleosome. يبقى انا عندي الدي ان ايه اللي هو معمول من الايه؟ من البيزز وبريز اللي قلنا عليها،
ملفوف حوالين ايه؟ حوالين الهيستون ومتقسم لحتت، كل جزء صغير ده في الشكل اللي انتوا حافظينه ده اسمه نيوكلوزوم. كويس؟ الكروموزوم لسه قاري بحث قريب في انجلترا، عملوا زي ويتد الايه؟ الكروموزومز الوزن، فلقوهم ان هم 20 تايمز مور هيفير ذان ذي ار اكسبكتد باي ذير بيزك ستراكشر. وهم لغايه دلوقتي امبارح الكلام ده مش عارفين ليه كروموزومز دي ار هيفي مور ذان اكسبكتد، يبقى ذي كونتيننج سمثينج غير اللي احنا قلناه، اللي هو بقى ايه الدي ان ايه الوان ده حول الهيستون، وانه ايه وطبعا بيبقى فيه ميثيليشن وفي الار ان ايه اللي ما بيستخدمش ده بيبقى عندنا ليفت اوفر. لكن وزن الايه وزن الايه الكروموزومز از 20 تايمز مور هيفير ذان اكسبكتد الاكسبلانيشن انون. طيب The blood human cells have 46 chromosomes, 23 from each pair. Thus, there are 22 autosomes, 2 sex chromosomes. قلنا الكلام ده وسهل عليكم مش مشاكل. وأفضنا في الايه؟ في الـ X والواي مش كده؟ وقلنا فائدة الواي مش كده؟ وإذا سألنا على الواي كروموزوم ما قلنا بس فيه 45 جينز ما فيهوش غير حاجة اسمها CRY جينز. السي ار واي جينز دي اللي هي بتعمل سكندري ميل كاركترستكس. كويس؟ وكمان مفيش مرض بيتنقل عن طريق الواي لينكد كروموزومز، في طبعا اكس لينكد ديزيزز مش كده؟ لكن الواي لينكد ده مفيش غير ايه لحد الان يعني الا الريتينايتس بيجمنتوزا. تمام. الكونستريكشن بقى في الكروموزوم بنسميه سنترومير. الكروموزوم اللي هو لينير ستراكشر مش كده؟ عامل زي الاكس مش كده؟ لكن الاكس از ان ايكوال في كونستريكشن اللي بنسميه سنترومير. ده اكروفيليك يعني يعني ايه اكروسنتريك، لان هو طالع ناحيه جنب اللي فوق اكتر من الجنب اللي تحت، فبالتالي بيقسم الكروموزوم انتو تو ان ايكوال بارس. الشورت اللي فوقه ده بنسميه البي، اللونج اللي تحته بنسميه كيو بارت. يبقى انا عندي كروموزومز ار اوتوزومز 22 26، وفيهم ايه في massive structure of DNA heavier than expected. عندنا الكروسيكشن ده بسميه سنترومير، لكن السنترومير ده ايه acrocentric it is directed towards one of the ends، فالاند اللي فوق بيبقى short يعمل لي البي، واللي تحت الايه الكروسيكشن تحت السنترومير بسميه كيو. فانا دلوقتي عندي كروموزوم 1 متقسم لايه بي وكيو، وكروزوم 2 بي وكيو، وعارف انا البانز اللي موجوده في كل واحد، بس بغو انا بصبغات معينه يعمل لي ديفرنت بانز. فانا اجي اشوف الرقم بتاع الباند واقول ده مثلا ايه باند 22 في البي بارت اوف كروزوم كذا، ده جين فور كذا، ده النومو كريتشر. تمام تمام تمام. طيب دي تيرمينال اند بقى اوبريفر كروزوم اسمه تيلومير. يبقى انا عندي ادي الكروموزوم اهو مش كده، وقلنا اعدادهم وقلنا اكبر واحد نمره واحد واصغر واحد الواي، وانه مقسوم من النص والسنترومير، وده البي بارت وده كيو بارت. كويس؟ اما تيجي على الانز بقى بتاعته بتاعت الكروموزوم الاقيه في حاجه اسمها تيلومير. تيلومير يعني عندنا السنترومير اللي بيقسمه في شبه النص، ماشي النص بالظبط طبعا. تيلومير وات از تيلومير اللي هو الاند بتاع الكروموزوم. ات از نون كودنج، يبقى جزء من الكروموزوم نون كودنج، ما بي داز نوت كونتينز اني كودونز عشان يعمل بروتينز، لكن ات كونتينز هيكزاميريك سيكونس. هيكز يعني سته، موجود من هيكزاميريك مكون من تي سيامين سيامين ادينين ثلاثه جوانين تي تي اي جي 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 وريبيتيشن منهم. يبقى انا التيرمينال اند بتاع الكروموزوم كونتينز ريبيتس اوف hexameric sequence TTAGGG، وده dictates the length of TTAGG. كم واحدة من دول هم اللي dictate the lifespan of this chromosome. ليه؟ لأن كل ما يحصل division والسيلة divide
كل سايكل من دول ممكن ايه يحصل فيها بروبلمز ونيد تو ريبلينش ونيد تو ريبلينش اللي استهلك. الريبلينشنج ده بيحصل بالتي تي اي جي جي، كل ما يقل يقوم دول يعوضوه، كل ما يقل دول يعوضوه لغايه لما يخلصوا يبقى السيل دي تموت. مين اللي يقول الكلام ده بقى؟ الانزيم اللي اسمه ايه؟ تيلوميريز انزيم. يبقى اللوكيميا سببها ان ايترنال لايف فور ذا تيلومير، فبالتالي يبقى عندي لونج سيرفايفل اوف ابنورمال سيلز فتعمل لي اللوكيميا، وليها علاقه بالايه؟ بالتيلوميريز انزيم. يبقى الاند تيرمينال اند اوف كروموسوم از كولد تيلومير نون كودينج هيكزامر تي تي اي جي جي جي، وذا لونجر ذا مور سيرفايفل اوف ذا كروموسوم، وان ده اندر ذا كنترول اوف تيلوميريز انزيم. لو ده تيلوميريز ده اكتيف ممكن يخلي العيان الايه الحالات دي تبقى لوكيميك. تمام تمام تمام. يبقى احنا حفظنا التلومير. طيب دلوقتي عندنا عنوان تاني، ان احنا قلنا دلوقتي الكروموزوم ده اللي احنا قلنا عليه نيوكليير كروموزوم، لانه لينير ولانه اوتو وسكس وموجودين انترا نيوكليير، وقلنا شكلهم وقلنا مين الكبير ومين الصغير ومقسوم له سنترومير، وان الجين مكون من كذا، وان الاند بتاع سنترومير ده جوه كل ده على الايه الكروموزومز اللي هي نيوكليير كروموزومز which are present internuclear. لكن عندي مجموعه ثانيه من كروموزومز اسمها ميتوكوندريال كروموزومز، يعني they are present in the mitochondria. والميتوكوندريا دي organs organelles موجوده في السيتوبلازم، خطوها في الفيسيولوجي اللي هي السورس اوف ايه of energy والاكسيديشن اكسيفوس زي ما كان بيقول لكم استاذنا بتاع الايه الفيسيولوجي. طيب ايه بقى الفرق؟ طبعا هم الكروموزومز دي بتاعه الميتوكوندريا مالهم سيركولر، ما هماش ايه لونجيتيودنال ولينير زي بعت لكم صوره ان شاء الله شكلهم عن طريق روان. تمام. الحاجه الثانيه ان دول موجودين في الميتوكوندريا لكن النيوكليوس موجودين في النيوكليوس. الحاجه الثانيه ايه؟ ان هم لغايه قريب كانوا بيقولوا الميتوكوندريا كروموزومز ار ماتيرنالي انهيريتد، في كلام تشالنج الكلام دلوقتي، لكن طبعا نيوكليوس اسينشالي ماتيرنال اند باترنال، اما كل كل كروموزوم من الاب يعمل كروماتيد ومن الام كروماتيد ويتحدوا مع بعض في الميوزيس ويعملوا لنا الايه الامبريو. طيب هنا كمان بنقول ايه بقى؟ ان احنا عندنا حاجه اسمها اكزونز وانترونز. يعني ايه اكزونز وانترونز؟ انا دلوقتي عندي البيزك دي ان اي ستريتش اللي هو فيه جين، كويس تمام، بيجي لوبد اوت في الحتت اللي هتكمل بعد كده تعمل ايه الفاينل سكريبت. اللوبنج اوت بتاع الايه بتاعه الدي ان اي ده اسمه اكزونز، اللي داز نوت توب اوت ده اسمه انترونز موجود جوه. باخد بقى اللي هم لوبد اوت اكزونز 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 ويتربطوا مع بعض باللايجيز يعملوا الفانكشنال ايه دي ان اي اللي بعد كده يتحول للايه للمسجر ار ان اي. يبقى الاكزونز هم اللي بيبقوا ايه ترانسكرايب، لكن انترونز لا. تمام. عندنا اللينر كروموزومز معمولين من اكزونز وانترونز، فبضطر اطلع عنها الاكزونز اعمل لهم ايه ليجيشن واعمل لهم الفانكشنال ايه ترانسكريبت. لكن عندي بقى في الكروموز في الميتوكوندريا كروموزومز كلهم اكزونز، فبالتالي اي تشينج ان ذا اكزونز هيعمل ايه ميوتيشن ويبقى له افكت على الايه على الاستراكشر بعد كده. لكن انا عندي في لينير كروموزومز عند اكزونز وانترونز، لو الميوتيشن او التشينجز حصلت في الانترونز مش هتاثر لان انا باخد بس الاكزونز. يبقى انا عندي الميوتيشن الميتوكوندريال كروموزوم ار اول ريفلكتد انتو فانكشنال ديرنجمنت، لكن اللينير كروموزومز نوت نيسيسري. طبعا انا قلت كميه الايه البيز بيرز كان 3.1 في 10 اس 9 بيز بيرز، قلنا دلوقتي ان اخر قرايه في بحث لسه منشور قريب ان هم 5 بليونز، البليونز اللي هو يبقى 10 اس 9 مش كده؟ 5.0.055. لكن عدد الايه البيز بيرز بتاعت الميتوكوندريا قليله جدا 16500.
تمام. يبقى احنا عرفنا دلوقتي عندنا نوعين من الايه، نوعين من الكروموزومز. الجديد معانا الميتوكوندريا. طب ايه اهميه بقى الميتوكوندريا الكروموزوم دي؟ الميتوكوندريا كروموزومز مالهم بقى؟ سيركولر ابروكسيمتي 16500 بيز بيرز، اند افري بيز بير ميتوكوندريا كروموزوم ميد اب اوف كودنج سيستم، زي ما قلت لكم اكسوز. دي جينز انكود بروتينز اور ار ان اي، ماشي. ذيس بروتينز ار كومبوننتس اوف ذا ميتوكوندريا ريسبيراتوري تشين، قلنا الاكسوفوس. فالمساله هنا ان انا ايه بعمل اي تي بي اللي هو مصدر الطاقه الرئيسي، ادينوزين ترايفوسفيد. ديزيزز كوز باي ميتوكوندريال كروموزومز. دلوقتي احنا عندنا لو يحصل فيهم ميوتيشنز زيهم زي اللينير، يحصل انواع معينه من الديزيزز ديو تو ميتوكوندريال كروموزوم ميوتيشنز. اهمهم بقى اللي هي متعلقه بالانرجي، واكتر انرجي احنا بنستخدمه ومحتاجينه اللي هو في النيورال فايبرز، مش كده؟ والمسلز. فبالتالي اغلب الديزيزز اللي هي due to mitochondrial chromosome mutations affect الايه؟ المسل والايه؟ والنيورونز. فاكزامبلز بقى، اول مرض due to mitochondrial chromosome mutation اسمه CBEO، يعني chronic progressive external ophthalmoplegia. يبقى العيان عنده external chronic progressive ophthalmoplegia. طبعا انتوا عارفين الايه الماسلز اللي هو سبلايد باي ذا اوكلوميتر، مش كده؟ هم دول اللي هم بيبقوا ايه، بيبقوا في الايه، في الاكسترنال اوبسالموبليجيا. انترنال اوبسالموبليجيا بتبقى في السيلري ماسلز اللي هي بتكنترول الايه البيوبل. والسيلري ماسلز تتميز بانها دي اونلي ماسل ديفلوب فروم اكتوديرم، كل الماسلز ار هاف ديفلوب فروم ميزوتيرم. فادي ماسل بتحتاجها طبعا لحركه كتيره بالنسبه للعين. فالراجل ده اللي عنده ميتوكوندريال كروموزوم بروبلم ممكن يبقى عنده كرونيك بروجريسيف اكسترنال اوبسالموبليجيا. الدايبيتس برضه بيعمل اكسترنال اوبسالموبليجيا، وان اوف ذا اوكلر مانيفستيشنز. وعندنا عندنا مرض اللي هو مشهور جدا وهو السبب الرئيسي فور اوبتيك اتروفي ان ذا يونج، ها، اسمه لاهون، اللي اكتشفه اسمه ليبرز هيرديتري اوبتيك نيوروباثي. It is the most common cause of optic atrophy in young age. وله منه يبقى أنواع الميوتيشنز محفوظة في كذا نوع ميوتيشنز، ويبعتوهم في معامل موجودة في إيطاليا يقول العيان ده الميوتيشن بتاعته في الإيه، وهم كلهم في 6500 دول، ها؟ يعني إحنا قلنا كل البيس بيرز بتاعت الماتكون كروموزوم 16500، فبيدور على ايه؟ يعني مثلا ايه امينو اسيد 4630 هو ده اللي اتغير، ها؟ بدل ما يبقى فينيلالانين بقى لايسين، بقى عنده لاهون. لاهون يعني ايه؟ ميتوكوندرال ايه؟ ديزيز. ميتوكوندرال كروموزومال ابدورماليتي. لاهون ليفر زيرديتري اوبتيك نيوروباثي، موست كومن كوز اوف اوبتيك اتروفي ان يونج. ميلاس برضه ميتوكوندريال انكيفالوباثي، لاكتيك اسيدوزز اند ستروك لايك ايبيزود. طبعا هنا الافكشن اكتر للايه؟ للنيرفز اللي هي بتحتاج طبعا ايه؟ لكميه من الانرجي. يبقى دول اكزامبلز بتوع ايه؟ بتوع ميتوكوندريال كروموزوم. عندنا حاجه ثانيه اسمها طبعا في كلام دلوقتي ان الدايبيتس كمان از يعني ميديتد برضه باي في يعني سام سورت اوف ميتوكوندريال ايه؟ كروموزوم ابنورماليتي في الدايبيتس. لكن عندنا الديزيز الرابع اسمه بيرسونز سيندروم اللي هو الاكس كروموزوم ان اكتيفيشن. يعني ايه بقى اكس كروموزوم ان اكتيفيشن؟ هقول عليها. بروسيس اوف ان اكتيف اوف وان اوف ذا تو كروموزومز ان فيميل سيلز انديفيدوالز از راندوم. اند العمليه دي بسميها لايونايزيشن. سيبك من ايه بيرسون سندروم، عندي حاجه اسمها لايونايزيشن، ال واي ان او اي زد اي تي اي، لايونز. لايونز دي شيز فرنش ساينتست، فرنش ساينتست. قالت ايه بقى؟ انا دلوقتي انا عندي الفيميل عندها 2 اكسس، صح؟ وعندي الميل عنده اكس واحده، صح؟ وعندي انا جينز كتيره موجوده على الاكس كروموزومز، تمام؟ هل معنى هذا الكلام ان الفيميل
عندها يبقى عندها دبل الدوز بتاعت الاكس لينكد كروموزوم جينز، لان عندها 2 اكسس. والميل هيبقى عنده نص الايه الاكس لينكد جينز. لا، قالت انه ده مش ده اللي بيحصل. هو اللي بيحصل بقى ايه؟ هذه بروسيس اوف لاينزيشن، اللي هو ان عندي بروسيس اوف ان اكتيفيشن اوف وان اكس كروموزوم، اخلي واحده ان اكتيف وبس واحده اللي اكتيف، فبالتالي هيبقى الايه الدوز في الفيميلز بتاعت الاكس لينك جينز هي نفس الدوز بتاعت الايه بتاعت الايه الميل. وطالما دلوقتي الفيميل عندها 1 اكس فروم ذا فادر اند انذر اكس فروم ذا مذر، هل كل مره بنكتيفيت الباترنال اكس او الماترنال اكس؟ لا، ات از دان ايه ات هوك اند راندوم. مره تنكتيفيت الميل او الباترنال اكس ومره تنكتيفيت الباترنال اكس. هذه البروسيس، ما سيبك موضوع بيرسون ده اشتبه يعني، خلينا في البروسيس اللي هي ايه اللاينزيشن. تمام. طيب نيجي بعد كده العنوان الكبير بقى في محاضره النهارده، اللي هو احنا دلوقتي المفروض عرفنا يعني ايه جين، وعرفنا يعني ايه ترانسكريبشن وايه ترانسليشن وايه انواع الكروموزومز، وهو الكروموزوم ده معمول ازاي وازاي بسميه مش كده، وايه الميتوكوندريال كروموزومز والفرق بينهم وبين اللينر كروموزومز، وقلنا ايه الديزيزز اللي هي بتبقى ترانسميتد ثرو الميتوكوندريال كروموزومز. تمام. طيب يا روان وزميلاتها الفضليات ويوسف، ايه الاخبار؟ الو، تمام يا دكتور، ماشي الحال يا اولاد؟ ها تمام يا حبيبي. ماشي، نتكلم بقى دلوقتي على ديزيزز للايه لللينر كروموزومز، الكروموزوم نفسه اللي فيه المرض مش الجين اللي عليه. تمام. يبقى الكروموزوم نفسه اللي هو من 1 ل 22 او بما فيهم الاكس والواي فيهم مشكله. ايه المشكله بقى؟ اقول لك انا دلوقتي احنا قلنا ادي الكروموزوم بتاعت المذر وادي الكروموزومز بتاعت الفازر. تمام. لازم اللي هم الاثنين اللي عاملين الاكس ينفصلوا يبقوا كروماتيد، كل واحد لوحده، اخد واحد كروماتيد من المذر وكروماتيد من الايه من الفازر، واعمل الايه الامبريو. تمام. تمام. افرض انا لسبب ما فيلير اوف ديس جونكشن، ان انا جيت سيبريت التو كروماتومز اللي هم لافين مع بعض وماسكين في السنترومير، جيت افصلهم عن بعض ما عرفتش، فيبقى عندي خليه سواء بقى سبيرم او اوفم ماشي فيها الاثنين ما عرفش اسيبريت. تمام. والناحيه الثانيه سواء اوفم او سبيرم قدرت افصلهم كويس، فانا خدت بقى خليه من اللي ما اتفصلوش فيهم اثنين، واخد خليه من اللي اتفصلوا فيها واحده، يبقى دول ايه؟ يبقوا ثلاثه، اللي هو المفروض ان هم ايه يبقى واحده وواحده. دي بنسميها البروسيس دي فيلير اوف ذا جنكشن. اقولها ازاي بقى علميا؟ ان ات ذا ستيج اوف مايوزيس there should be a separation of paternal chromosomes into two chromatids and the maternal chromosomes into two chromatids and they join one chromatid from the father one chromatid from the mother ويعملوا الايه النيو كروموزوم بتاعت الايه البيبي. تمام. لكن هنا there is failure of this junction, one cell contained two chromatids and the other one separated normally two cells كل واحده فيها ايه 1 كروماتيد، اخد بقى 1 كروماتيد مع الاثنين بقوا ثلاثه. طب اللي الواحده لوحديها هتاخد مع صفر، لان انا عندي دلوقتي ايه اللي حصل فيلير ديزكشن، بقى فيها سيل فيها اثنين والسيل الثانيه ما فيهاش زيرو نو كروماتيدز، وهناك الناحيه الثانيه ادي كروماتيد وكروماتيد، خدت الواحد مع الاثنين بقى عمل ايه؟ مع الترايوزومي، لكن خدت الواحد مع الصفر بقى ايه ده مونوزومي، المونوزومي انكومباتبل وذ لايف فيحصل ابورشن، لكن ممكن يفضل عندي اللي هو الايه الترايوزومي. يبقى الترايوزومي از اي ريزلت اوف فيلير اوف ديس جنكشن. وصلت؟ تمام.
يبقى احنا اول ديزيزز هنتكلم عليها في كروموزومال ديسوردرز عنوان اسمه ابنورمال كروموزومال نمبرز. النمبرز غلط مش الاستراكشر، نبتدي بالنمبرز. طيب عندنا قلنا فيلير ديزجنكشن شرحناها تمام، وقلنا ان عندنا ترايزومي في وان سيل ومونوزومي في السيل الثانيه، ومونوزومي هيحصل ايه؟ ابورشن. ده الترايزومي ممكن يكمل معانا. طيب الترايزومي بقى يحصل لو بين كروموزوم 13 يعمل ايه؟ سندروم اسمه باتو سندروم، بيبقى العين عنده لوست ايرز مايكروفالميا وعنده ليرنينج ديفيكولتيز. بكتبه ازاي بقى؟ احنا قلنا ان هم 46 ده النورمال، 22 اوتو مش كده؟ في 2 يبقى 44 و2 6 يبقى ايه؟ يبقى 46، لكن هو عنده هنا واحده زياده مش كده؟ الترايزومي، الترايزومي اقول بقى ايه؟ 47، واحط بلس ايه اللي زايد؟ اللي هو كروموزوم 13. فيبقى انا عندي باتو سندروم فيلر في الجكشن في كروموزوم 13، بكتبه انه 46 زادت ايه؟ زادت ادي 1 كروموزوم، والزياده دي في كروموزوم 13. يعني عنده ايه؟ عنده ليرنينج ديفيكولتيز وعنده لوست ايرز وعنده مايكرو سيلمس. يبقى ده اسمه ترايزوم 13 تمام. انتوا 10 ترايزوم عندكم اللي هو ايه؟ اللي هو داون سندروم. هنا الترايزوم بقى فين؟ في كروموزوم 21. فهكتبه ازاي؟ انه 47 بلس 21 تمام؟ تمام. وطبعا انتوا عارفين ان ايه؟ خدتوا انتوا طبعا الايه؟ الداون سندروم ومشاكله، وانه المساله هنا ان المذرز عاده بتبقى الدرلي ابا 45. طيب الادوارد بقى له نفس الكلام، لكن هنا ايه كروموزوم كام؟ 18. اكتبه ازاي؟ 47 بلس 18. يبقى انا اخدت اول جروب كروموزومال ديسوردرز، قلنا ان هو اسمه ابنورمال كروموزومال نمبرز، وخدناهم في الاول في الاوتوزوم، وقلنا السبب ميكانيستيكالي اللي هو فيلر ديزنكشن، سيل بقى فيها اثنين كروماتيز والسيل الثانيه فيها واحد وواحد، فهنا السيل واحده فيها اثنين وجنبها السيل الثانيه صفر والثانيه واحد وواحد، واحد مع الاثنين عمل ترايزومي. لو ترايزومي ده 13 بقى ده اسمه ايه؟ اسمه باتو، ولو 18 يبقى ده اسمه ادوارد، ولو 21 يبقى ده اسمه ايه؟ داونز. طب تعالى بقى نقول بقى ايه؟ ان ابنورمال كروموزومال نمبرز مش في الاوتوزومز، لا ده في الاكس والواي. هيحصل ايه؟ تمام. نيجي نشوف الايه؟ ابنورمال 6 كروموزومز. عندنا حاجه اسمها فراجيل اكس ايه؟ اكس سندروم. ده الموست كومن كوز اوف ليرنينج ديفيكولتيز. يعني احفظوا الاسم بس. طيب عندنا الفيميل بقى ممكن يجي له ايه؟ ترنر سندروم، اللي هو حصل لهم ايه بقى؟ اللي هو الايه؟ عندهم الاكس سوري عندنا ايه؟ نورمال كروموزوم الشخص اللي ادي ترنر سندروم اهو مش كده؟ هنا بقى 45 يعني في كروموزوم مش موجود، 45 اكس 0 تمام؟ تمام. ساعات طبعا بيحصل ايه؟ كمان مع الواي خاصة في الزيادة، يبقى العين عنده ايه؟ لو كراين فلتر هيبقى عنده 2 اكس وواحده واي، يعني مورفيمينين، يبقى هو 47 لكن اكس اكس اي واي. ممكن يبقى ايه سوبر ميل، يبقى عنده مثلا 2 واي وواحده اكس زي الاستراليانز، ويبقى مجرمين تندنسي كريمنال تمام. لما يزيد الايه الواي، لانه بيزود الواي بيزود لي الماسكولر بيلد اب بتاعت الميز، فيبقوا ايه كل الاستراليانز، لانه كان بيرموا المجرمين انجلترا كان بيرموهم هناك، فطبعا بيبقوا ايه البوسيبيليتي ان يبقى عنده 47 اكسترا كروموزوم، والاكسترا كروموزوم ده كايه في الواي، يبقى مثلا اكس واي واي او اكس واي واي واي، فدول بيبقى عندهم ايه كريمنال تندس. يبقى ده خلصنا الاكس نوت، قلنا اللي هو عندنا التردر في الفيبين، وعندنا ايه كلاين فلتر اللي هو اكس زياده في الميل، وعندنا اللي هو الايه الدبل اكس الدبل واي والتريبل واي، وقلنا دول سوبر ميلز ماشي.
تمام. خلصنا دلوقتي عنوان كبير في كروموزوم ديسوردرز اسمه ابنورمال كروموزوم نمبرز ويزر اوتوزوم ترايوزومي 13 18 21 اور 6 لوس اللي هو في الاترنال اور تريبل في ميل او في الـ في الـ في الواي يبقى مثلا ايه اكس زياده اكس اكس واي كلاين فلتر او سوبر ميلز. تمام. نيجي بقى على عنوان جديد اسمه ابنورمال كروموزومال ستراكشر. الستراكشر نفسه بتاع الكروموزوم ابنورمال. احنا قلنا الستراكشر بتاع الكروموزوم اعرفه ازاي؟ ان انا بقسمه او عدت النمبر بتاعهم كروموزوم نمبر 1 2 3 4 لغايه 22 وانتم عايزين طبعا 22 و9 عشان ده اللي هو ايه؟ اللي بتاع الكرونيك مالود لوكيميا مش كده؟ ده اشهر واحد. تمام. لكن هو يعني تقريبا اصغر واحد في الاوتوزومز لان احنا اكبر واحد واحد وابتدي يصغر لما وصل 22. تمام. هنا عندي ادي الاستراكشر بتاعت الايه بتاعت الكروموزوم موجود طبعا ايه جينز موجوده معموله من دي ان ايه اما موجوده في البي جزء الصغير اللي فوق او في الكيول اللي تحت بعرف مكانهم بالستينينج بند نمرة 22 و23 و30 و40 دول الجينز دي ها حصل لها ابنورماليتي بقى الاستراكشر بتاعها ابنورمال او الابنورماليتي ان انا اعمل ديليشن امسحها. وطبعا انتوا خدتوا مع في الهيماتولوجي انواع الديليشنز اللي موجوده في الاكيوت مرض لوكيميا وانها لها علاقه بالايه بالباثولوجي ولها علاقه بالايه بالبروجنوزز. تمام. يبقى اول ابنورمال كروموزوم ستراكشر از كولد ديليشن وي لوز بارت اوف كروموزوم. تمام ماشي. مثلا كروموزوم 11 جيت انا عملت ديليشن وشورت ارم شورت ارم اللي هو بقى بي ولا كيو اللي هو البي وفي كروموزوم 11 العيان جاله ويلمس تيومر اللي هو تيومر اوف ذا كيدني في اليونج. تمام. لا انا جيت عملت ديليشن اوف لونج ارم اوف كروموزوم 15 بقى عندي حاجه اسمها برادر ويلي سيندروم ابعت لكم شكله. تمام. عندي مرض مهم قوي عندنا في الايمونولوجي اسمه داي جورج سيندروم اللي هو فيلير اوف ثايميك ديفلوبمنت بيبقى فيها ديليشن اوف ذا لونج ارم اوف كروموزوم 22. طبعا الديليشن حاجات كتيره يعني لو في فرصه نبقى ايه نقول لكم على الاكتر من كده. يبقى انا عندي اول ابنورمال كروموزوم ستراكشر ان انا اي لوز بارت اوف ذا كروموزوم. تمام. اف اي لوز بارت اوف ذا شورت ارم اوف كروموزوم 11 يبقى اسمه ايه ويلمس تيومر. لونج ارم اوف 15 بقى برادر ويلي. اللونج برضه اوف 22 ده بقى اسمه داي شورت سندروم ونسميك ايه ابليزي. طيب ده ابنورمال استراكشر. ايه بقى اللي حصل؟ ديليشن شلت حته. عندي ابنورمال استراكشر ثاني اسمه انفيرشن. يعني ايه انفيرشن؟ يعني انا دلوقتي بقرا جين مثلا من ايه من اللي هو ال 5 ان للاند الثاني 3 داش لل 5 داش بقراه من البي للكيو اقراه في هذا الاتجاه. فانا مكتوب عندي ايه مثلا تي تي اي مثلا سي اي تي تي اي سي مثلا. لو انا قريتها من الشمال هتقرا كده. لو انا قريتها انفرتد من العكس هتبقى سي اي تي تي كذا. ده اسمه انفرشن. طبعا هيبقى ده ايه ابنورمال ستراكشر لان انا كل ثلاثه بعمل لهم امينو اسيد فانا قريتها غلط فدي بسميها ايه انفرشن. يبقى ثاني ابنورمال ستراكشر از كولد انفرشن اند تو اند ريفرسال اوف سيجمنت وزين كروموزوم اكزامبل اد الاي بي سي دي اي اف جي بيكمز العكس. تمام. نشوف لكم اكزامبلز دي. اهم حاجه بالنسبه لنا برضو في الايه في الكروموزوم الابنورمال كروموزوم ستراكشر اسمه ترانس لوكيشن. ترانس لوكيشن انا عندي الايه ال 23 زوج كروموزومز متوزعين قريبين من بعض جوه الايه جوه النيوكليس. ممكن جزء من وان كروموزوم يتنقل للكروموزوم اللي جنبه يبقى ده اسمه ترانسلوكيتد. اشهرهم 9 و22 جزء من 9 راح للايه لل 22 فبقى 9 اقصر من ال 22 بقى اطول بقى اسمه فيلادلفيا وبقى ده ايه يعمل لنا كيوت معروض لوكيميا. لكن انا عندي نوعين من ترانسلوكيشنز. هل واحد اسمه ريسيبروكال ترانسلوكيشن. يعني ايه ريسيبروكال؟ يعني انا الجزء اللي نقلته من وان كروموزوم
من واحد مثلا وديته لاثنين قد الجزء اللي جالي من اثنين لواحد، يبقى جزء راح من هنا وراح بداله جزء تاني. طيب التوتال اماونت بقى اوف جينز هي هي بصرف النظر عن ده موجود على كروموزوم 2 او كروموزوم 1 تمام في الجنريشن اللي موجوده دلوقتي. لكن انا لو السيلز بقى اللي هي السكس سيلز سواء الاوفم او السبيرم بتاع هذا المريض اتنقل لواحده نورمال، النورمال الثانيه ما عندهاش بقى النقله دي، فيبقى عندك نورمال كروماتيد جاي مع اب نورمال كروماتيد ده اللي هو متنقل له، فيبقى الجنريشن اللي جايه الاف 1 بيسموها بتاعه الاولاد هي اللي فيها اب نورماليتي. لكن الحالي ما عنديش اي بروبلم اللي حصل فيهم ليه هذا الريسيبروكال ترانسلوكيشن. لكن انا عندي الباثولوجيك اللي هو ايه روبرتسونيان ترانسلوكيشن. البيست اكزامبل بالنسبه لكم اللي هو 9 و22. يبقى انا عندي الابنورمال كروموزوم ستراكشرز نمره 1 الديليشن، نمره 2 الانفيرجن ما خدناش اكزامبل عليه، وبعد كده ترانسلوكيشن تمام. وقلنا ترانسلوكيشن نوعين تمام. عنوان جديد بقى اللي هو مود اوف انهيرتنس، ازاي بقى انا بنهرت. نقطه حضرتك هو معلش انا النت بس قطع في اخر جزء. حاضر معلش انا اسفه لو ما فيش تعب لا لا خالص والله انا كنت بتكلم على كلام مهم من اول بروزوم الاستراكشرز ولا ايه. حاضر شو بعرف اجابه كده. طيب احنا كنا بنتكلم العنوان الكبير كان اسمه كروموزوم الاب نورماليتيز، اتكلمنا على النمبرز وقلنا على الاوتو وقلنا الترايزوميز 13 و18 و21 مش كده، وقلنا بتوع السكس الاكس نوت والترنر والكلاين فلتر في الميل، وقلنا السوبر ميل ده الاب نورمال نمبرز. جينا بعد كده قلنا الاستراكشر نفسه بتاع الكروموزوم فيه اب نورماليتي، وان اول ابنورمال كروموزوم ستراكشر ان انا امسح حته من ايه من كروموزوم ديليتد ديليشن اوف ا بارت كروموزوم ما يجيف رايز تو ديزيزز. وقلنا الاكزامبلز انا دلوقتي جيت على كروموزوم 11 في شورت ارم قلنا اللي هو البي ولونج ارم اللي هو كيو، جيت انا عملت ديليشن بقى كروموزوم 11 ده البي بارت بتاعته مش موجوده، فانا عندي جاله ويلمس تيوم. العان الثاني اللي هو كروموزوم 15 اللونج ارم اللي هو بقى الكيو مش موجوده، بقى عنده برادر ويلي سيندروم. ال 22 بقى اللونج ارم بتاع 22 مش موجوده، الشكل بقى باين يعني ما هو بيشوف الكروموزوم هلاقي ال 22 في الجزء اللي هو بتاع الكيو ده مش موجود قدامه، فلقينا ان ده متعلق اللي عنده هذه الابنورماليتي بيجي له مرض اللي هو قلنا داجر سندروم اللي هو اسمه سايميك ابليزيا، مولود ما عندوش سايموس تمام. قلنا عندنا كمان ابنورماليتي ثانيه اسمها انفيرجن، يعني انا اريد الترانسكريبت فروم ذا اوبز دايركشن، وطبعا انا ايه كل ثلاث حروف بيعملوا امينو اسيد، لما اقراه من الناحيه العكسيه هيقرا ايه حاجه ثانيه، فيبقى ايه يبقى ده يطلع لي ابنورمال ستراكشر. وعندنا يبقى سنجل امينو اسيد، سنجل امينو اسيد مش سنجل امينو اسيد، سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم، سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم. النيوكليوتايد اللي احنا بنقول عليهم الاي والتي والسي والجي، واحد فيهم بس يتغير يعمل ديزيز، فبسميها سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم. يعني ايه بوليمورفيزم؟ يعني مالتيبل تشويسز، مره يبقى لايسي يعمل مثلا سي يعمل لي لايسين، ومره يبقى جي، ومره يبقى ايه، فكل مره يتغير فيها النيوكليوتايد يعمل لي ايه ابنورمال امينو اسيد، وطبعا النورمال اسيد يبقى الفانكشن مش موجوده. لدرجه مثلا ايه ان الفرق بين الثرومبين الانزيمز فابينولايزز بتاعت الكروت والالفا 1 تريبسين سنجل امينو اسيد، يعني سنجل امينو اسيد يحول بيبتايد من كذا لكذا تمام. انفيرشن ما خدناش الاكزامبل، وقلنا اهم حاجه عندنا ترانسلوكيشنز. احنا عندنا قلنا 23 زوج كروموزوم متنطورين جنب بعض جوه النيوكليوس،
ممكن يبقوا قريبين من بعض فيتنقل جزء من وان كروموزوم انتو ذا اذر، وممكن من نفس الكروموزوم لنفسه زي مثلا ترانسكريبشن 16 في الاي ام ال ويعمل لي مرض مش حلو. يعني اتنقل فروم وان بارت تو انذر بسموه تي افتح قوس 16 16، يبقى انا عندي ان انا ايه بترانسلوكيت بارت اوف كروموزوم فروم وان كروموزوم تو ذا اذر. عندي نوعين، اما ان البارت which was transcribed equal reciprocal الجزء اللي راح على الكروموزوم ده جاء بديله الجزء اللي هو حل محله، فيبقى انا total amounts of chromosomes بالجيم بتاعتهم في هذا الجنريشن نورمال، بس المساله ان ده موجود هنا وده موجود هنا. لكن انا بقى لما اخد الكروماتيدز بتاعت هذا اللي هو بقى ابنورمال انه جاي له مثلا هو كروموزوم 2 جاي له جزء من كروموزوم 1 تمام، في الجينيشن بتاع الاب والام ده مش هيحصل لهم حاجه، لكن هاخد انا منهم بقى ايه ابنورمال كروموزوم 2 لان في جزء من كروموزوم 1 اللي اتنقل له، وهعمل له ماتنج مع ايه النيوكليوتايد بتاع حد نورمال. فالجينيشن اللي هيجي الاف 1 هيبقى عنده ايه ابنورماليتيز. تمام؟ تمام. عندنا نوعين من ترانسلوكيشنز اللي هو ريسيبروكال قلنا ده، لكن عندنا الباثولوجيك اللي هو الايه اللي هو روبرتسونيان. واهم واحد قلنا الايه الفيلادلفيا كروموزوم مع 22 و19. وصلت خلاص الكاتلوكيشن. شكرا جدا لحضرتك. انا وحضرتك اهلا وسهلا. هنتكلم بقى على معلش حضرتك اقطعك ايه بعد اذن حضرتك، انا اسفه ممكن اقطع حضرتك؟ قوي انا اسفه. حضرتك سامعني؟ كنا بس يعني عايزين نعرف لو حضرتك ممكن تحدد لنا لحد هنا كفايه، لانه المواد الماده يعني كبرت قوي علينا. فين دي؟ فين اللي كبرت يعني؟ هو لو قلت حاجه يعني لو نقدر نحدد مواعيد، قصدي نحدد ده انا ممكن ده كل ما عملت معانا الترم اللي فات بنلوم ان الدنيا دلوقتي كلها جينيتكس. لا لا اللي فات ده قال وسمعتوه قبل كده. مين اللي بتتكلم معايا؟ مين؟ سارة وسارة هشام. سارة ماشي يا سارة، الكلام ده سمعتوه في الأطفال مش كده ولا إيه؟ مش كده؟ لو ينفع بعد إذن حضرتك زي ما حضرتك يعني حددت لنا مواضيع الترم اللي فات، لو ينفع نحدد برضو المرة دي؟ يعني بس أما نكفي الكورس الأول الأجزاء اللي حضرتك تشوفها، يعني أنا عارفة إن كله هيبقى مفيد لينا، بس لو حضرتك ممكن تعمل معانا بس زي الترم اللي فات يبقى في مواضيع معينة نركز عليها أكتر. الترم اللي فات الإيمونولوجي كان واسع وكتير، ها؟ وكان في عناوين ضخمة وكبيرة. ده هنا أنا بتكلم في نفس الموضوع. أنا قلت حاجة، أنا قلت لك كروموزوم، بعمل لك أبنورمال كروموزوم ستراكشر ونمبر وهذه الميتوكوندريا. لا شايف إن هي يعني حاجات بسيطة والله. وعلى العموم اشوف اخر المحاضرات ايه اللي ممكن اعمله لان احنا عندنا فعلا في الجنرال بس يومين للعملي، والجنرال كله بالنيورو بالهيماتولوجي بالجينيتكس، فهو بس اليومين زنقه قوي، هي دي مشكلتنا الوحيده جدا. انا شايف ان انا فعلا انا ما قلتش حاجه والله لغايه دلوقتي. نحاول حاضر اوعدكم حاضر. I will try my best. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. ان انا كنت عايز اقول لكم الحاجات اللي هي انترستنج في الجينيتكس ومحضره على جنب اللي انتم شايفين السكرين دلوقتي، كل الصور دي كنت عايز اكلمكم فيها. بس بعد ما تتخرجوا. حاجات انترستنج. بعد شكرا جدا لحضرتك. نتكلم عن مودز اوف انهيرتنس باختصار برضو مش كده؟ عندنا اول حاجه اللي هو ايه بقى؟ الخط صغير قوي مش عارف اروح حتى مش كده، اللي هو عندنا اما الانهيرتنس متعلق بالايه بالاوتوزومز او متعلق بالسكس كروموزومز كويس، وكل واحد من دول يا اما اوتوزومال دوميننت يا اما ايه اوتوزومال ريسيسيف. الدوميننت يعني وان كوبي از انف تو كوز ذا ديزيز، والريسيسيف يعني ايه يبقى عندي كارير ستيت. هناك انا مفيش كارير ستيت في الايه في الدوميننت، اللي عنده وان كوبي يبقى عنده المرض، يبقى انا عندي في الايه ريسيسيف يبقى عندي كارير ستيت، يبقى هو عنده وان كوبي لكن مش عامله ديزيز. تمام. عندنا دلوقتي مثلا ايه الالفا 1 انتريبسين دوميننت، عندنا كمان عايز اكبرها مش عارف اكبرها ازاي دي.
عندنا حاجات زي الايه فيها هايبركوليستيريميز، عندنا حاجات زي الايه ليبتوسايتوزيس والسفيروسايتوزيس، دي حاجات يعني بتبقى اوتوزومال دوميننت. عندنا الريسيسيف، عندنا في عندنا اللي هو الاكس لينكد، عندنا حاجه اسمها اكس لينكد واكس ليميتد. الاكس لينكد زي الهيموفيليا، والاكس ليميتد اللي هو زي الميل فرونتال بولدنس، بيهيف از دوميننت في الميل واز ريسيسيف في الايه في الفيميل. كويس، لا لازم تعرفوا دول مش كده، تعرفوا. عندنا مثلا ايه الوحيد الاكس دوميننت اللي هو ايه اللي هو فيتامين دي ريزيستنت ريكتس. وانا قلت النهارده ان الواي كروموزوم افضت فيه، وقلت ان هو ايه المرض الوحيد اللي بينقله اللي هو الايه الريتراس بيجمنتوزا. تحفظوا المودز اوف انيرتنس اللي احنا قلناها دي. الاونكوجينز من الحاجات طبعا المهمه، حاول اختصر برضو. اونكوجينز يعني جينز ويش كوز اونكوجينيسيس تيومرز، لازم نعرفهم مش كده ولا ايه؟ طيب يعني ايه اونكوجينز؟ جينز ويش انكود بروتين that are known to participate in regulation of normal cell proliferation. انا عندي دلوقتي السيلز بتديفايد من الجي نوت للجي 1 مثلا، تبتدي الديفايد، تمام؟ الديفيجن ده لازم يبقى اندر كنترول. الحاجات اللي بالكنترول اسمها ايه؟ سايكلينز، او بيسموها جارديانز اوف يونيفرس. ما تعديش سيل تكمل الديفيجن الا لو اطمنت ان الايه الدي ان ايه بتاعها نورمال، ولو الدي ان بتاعها مش نورمال تعمل له ريبير، او لو الدي ان بتاعها ده اب نورمال تعمل ابوبتوزيس. تمام تمام. طيب لو كان كمان عندي كمان في نفس الوقت جينز بتعمل جروس فاكتورز زي البي سيل جروس فاكتورز او الوايت سيل جروس فاكتورز، لو جروس فاكتورز دي برودوس مور ذان نورمال هتعمل ايه؟ انكريز بروليفريشن. عندنا احنا في السيل ديفلوبمنت عندنا حاجه اسمها بروليفريشن وحاجه اسمها ديفرنشيشن. بروليفريشن انكريزنج ذا نمبر، ديفرنشيشن تشينج ان ذا شيب اند ذا فانكشن. عاده الاثنين بيمشوا مع بعض. تمام تمام. انا لو عندي جروس فاكتور وبقى ابنورمال كنترول هيعمل كونتينوس جروس للايه للسيلز، كونتينوس جروس للسيلز فمالجنس. نعم اتفضل دكتور صباح، بعد اذنك ممكن اقول حاجه بس؟ اتفضل. سمحت يا دكتور، كنت عايز اقول بس ان الامتحانات خلاص فاضل عليها اسبوعين، والبرانشات في البطن بقت كتير قوي. كنت عايز استاذنك بس لو ينفع تحدد لنا مواضيع وكده. طب ما زميلتك قالت نفس الكلام من شويه، لسه زميلتك قالت نفس الكلام من شويه ما سمعتهاش؟ لسه مكلمك. لا لسه قالت نفس الكلمتين دول بالظبط كده. يبقى احنا عندنا جينز، يبقى جينز تكون بروتينز، بروتينز تبقى جروس فاكتورز او جروس فاكتور ريسبتورز او دي ان اي بايندنج او فاكتورز ويتش بريفنت الابوبتوزيس. ابوبتوزيس ما انتوا خدتوا اللي هو بروجرام سيل ديث ويزاوت كوزنج ايه انفلاميشن. لو هو جينز اللي بتكنترول الابوبتوزيس ديفكتيف هيبقى يحصل ايه نو ابوبتوزيس، فيحصل ايه ان الكونتينوس ديفلوبمنت اند جروس اند بروفريشن. يبقى ده مالجنس. تمام. الأونكوجينز دي كنا بنسميها زمان يا اما في أونكوجينز يعني فيروس زي هيباتيتس سي مثلا يخش ويعمل لي باتوزيل كارسينوما، او شتاين بار فيروس ويعمل لي مثلا لينفوما. دول بنسميهم في او فيرال أونكوجينز، لكن دلوقتي لقينا ان هم اصلا بريزنت از كونستيتوينت بارز اوف ذا كروموزومز موجودين. فدول كنا بنقول عليهم سيلولار اونكوجينز. يبقى هم الاونكوجينز اللي هم جينز وسكوز فور بروتينز اللي بتكنترول ابوبتوزيس انهبيت يعني او تسيمولات الجروس او جروس فاكتور ريسبتورز او الاي دي ان اي بايندنج. تمام، ده الديفيشن اونكوجينز. الاكتيفيشن طب ازاي بقى الاونكوجينز يبقى اكتيفيتد؟ اول حاجه بالميوتيشن. ميوتيشن ان يتغير الاستراكشر بتاعها، السيجرت سموكينج والكروموزومال ترانسكريبشن اللي قلنا عليها، وكمان الفيرال انفكشن. دول اسمهم ازاي بقى الاونكوجينز موجوده قلنا جوه الايه جوه كروموزومز، تبقى اكتيفيتد فتعمل اكسسيف جروث او تبريفنت الابوبتوزيس، فبالتالي يحصل ايه مالجنسي.
تمام. ايه اللي يخليه اكتيفيتد؟ الراديو اكتيف والترا فايلوت والايونايزنج راديشن والسيجرت سموك والترانسلوكيشن اللي قلنا عليها. قلنا الاكزامبل الرئيسي ترانسلوكيشن من ايه 9 و22 يعمل كرونيك مالود لوكيميا. وكمان الفايرال انفكشنز، عندنا تو فايرال انفكشنز اللي هو حاجه بنسموها ميك جين، عندنا منه نوعين، اما ان ميك سيكونس ده بيبقى ايه في الناس عندهم ريد نيوروبلاستوما، او ال ميك ده في الناس عندهم ايه سمول سيل لانج كانسرز. تمام. اونكو جينز قلنا عباره عن ايه مش كده، و قلنا بروتينز جينز ويتش كوز فور بروتينز، بروتينز بتعمل ايه اكسسيف سيل جروس او جروس فاكتور ريسبتورز او بدي ان ايه بايندينج اور بيت انهيبيت الابوبتوزيس. طب ازاي يبقى اكتيفيتد؟ بالحاجات اللي قلنا عليها، ايونايزنج راديشن، سموكينج، الترا فايلوت راديشن زي المالتول مالوما مثلا، سوري زي الميلانوما، زي المالجنت ميلانوما، او كمان ايه كروموزومال ترانسلوكيشن 29 كرونيك مالود لوكيميا، او الفيروسز. الفيروس عندنا ان ميك فيروس اللي هو بيعمل نيوروبلاستوما ادي الان، او الايه ال ميك فيروس ده اللي بيعمل ايه سمول سيل لانج كانسر. طيب لو اللي بعد كده عكس ده، عكس الايه؟ عكس الانكوجينز دي اسمها تيومر سبريسور جينز اللي هي ايه؟ بتمنع الايه؟ الديفلوبمنت اوف مالجنسيز. تمام؟ يبقى انا عندي اما اكتيفيت الانكوجينز يجي له تيومرز، او انهبت التيومر سبريسور يجي له برضه مالجنسيز. طب ايه هم بقى تيومر سبريسور جينز؟ ذيس جينز ريستريكت ابنورمال سيل بروفريشن اللي انا قلت عليهم، ان انا دلوقتي عندي سيل لما ديفاين بيبتدي من جي نوت الريستنج تخش في جي 1 اللي هو الميوزيس، وبعد كده بتكمل الايه الميتوزيس. تمام. فعندي انا بروتينز موجوده في الجيت ما بين الجي نوت وجي 1 اسمهم سايكلينز بروتينز، دي سنس الدي ان ايه. لو لقيته نورمال سي ان ايه خليه يكمل ديفلوبمنت، لو لقيته دامج دي ان ايه تعمل له ابوبتوزيس. تمام. يبقى دول اسمهم سايكلينز، بسميهم ايه تيومر سبريسور جينز، دول اللي هم انديوس سيلف ديستركشن وين دي سنس ابنورمال دي ان ايه. نعمه ربنا علينا. تمام. عندنا منهم نوعين بالنسبه لكم، حاجه اسمها ريتروبلاستوما جين، ده لو ايه ده من التيومر سبريسور جينز لو حصل فيه ميوتيشن يوم يجي العيان ريتروبلاستوما. لكن الاهم بقى اللي هو مادة اسمها B53 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تيومر سبريسور جين. تمام؟ موجودة في السيلز بتسنس الدي ان ايه، لقيته دامج تعمل له ابوبتوزز، لقيته نورمال خليه يكمل. طب هذه المادة بي 53 has been found in almost all human tumors، موجودة including sporadic colorectal carcinoma, carcinoma of the breast and lung, brain tumors, osteosarcomas and leukemias. تمام؟ هذه المادة دي موجودة، هي اللي بتمنع الايه؟ الابنورمال دي ان ايه from replication. B53 behaves as a dimer. يبقى لازم two copies من B53 ونو ستراكشر طبعا مش كده ولا ايه؟ عشان يبقى ايه اكتف ويبتدي الريبير. لو هو موجود مونومر يساعد على الايه على ديفلوبمنت اوف مالجنسي. الناس اللي هم العوائل فاميليز، انا بقى اجيب الناس عنده ايه اللي عنده مثلا كولوركتر كانسر، كويس؟ قلنا ان كل كولوركتر كانسر فيها بي 53، لكن حاجه على عيله خصائص بريس كانسر ادور على البي 53 في التيومر الاقيه مش موجود، فيبقى العيله دي مش موجود عندها البي 53 اللي هو بيصلح الايه البايظ اللي هو الدامج دي ان ايه، فالعيله دي يجي لها مالجنسيز. هذه الفاميلي
اللي هي عندها abnormal or absent B53 or mutated دي المرض ده بسميه Lee-Li-Li-Li Fromanoi syndrome. ده اللي اكتشفوا. يبقى دول عندهم ايه deficiency of B53. طب ايه العيلة دي بيجي لها ايه؟ بيجي لهم cancer breast في الاندكس كيس below 45. يبقى دي اول حاجة. يبقى انا الستات اللي جي لهم cancer breast below 45 اسكرين الفاميلي فور بي 53. لو لقيتهم بقى ديفيشنت ممكن اعمل بايلاترال ماستكتومي للصغيرين عشان ما يجيلهمش كانسر بريست. وكمان بيجيلهم اذر تيومرز انكلودنج ساركوماز بون ساركوماز وايد سبريد ساركوماز. يبقى ليه فورميناي سيندروم از سيندروم where there is familial absence of or deficiency of B53. What is B53? It is one of the proteins we call cyclines. What are these cyclines? They are the guardians of the universe. بمعنى they control the proliferation of cells at the gate between G0 and G1. And when they find damaged DNA, they induce apoptosis of this abnormal cells. Failing this or absence of B53, which behaves as a dimer, tumor will develop in these families. We test tumors. Most tumors contain B53, like in there are families which lack B53. We call them Lee-Fromanoi syndrome. It is an autosomal dominant. The index case has got cancer breast below the age of 44. Other members will have other forms of malignancy, including sarcomas. Identification of such a family may force us to suggest bilateral mastectomy for females. كلام حلو. كلام حلو ده ولا ايه؟ ها؟ ها؟ عاش برد ليه؟ حلو يا دكتور. مش كلام حلو. حلو جدا. تحرموا نفسكم الحلاوة ليه طيب؟ طيب دول بقى دي عناوين عايزة قاعدة اللي هي جين ثيرابي عشان نفهمكم يعني يعني الدنيا. لكن أنا أقول لك كلمتين دول. يعني جين ثيرابي المعنى البسيط للجين ثيرابي إن أنا الجين ده بيكود فور بروتين وبروتين ده مش موجود أديه للعيان. يبقى أنا اختصرت السكة تمام؟ مش عايزك أيها الجين. زي مثلا الديابيتكس ما الجينز بتعمل انسولين فيها مشكله خد يا عم الانسولين. يبقى اول فورم اوف جين ثيرابي از ريبليسمنت اوف ذا ديفيشنت بروتين. اكزامبلز انسولين ان تايب 1 ديابيتكس تمام. ده ابسط حاجه تمام. الجين ثيرابي يعني اوفرد في الايه في الديزيزز اللي هي اوتوزومال ريسيسيف. ليه؟ لان انا الزومال دومينانت وان كوبي هيعمل الديزيز ما اقدرش اعمل فيها حاجه. لكن انا اي كان تراي ان انا اصلح الايه وان كوبي في الزومال ريسيسيف. البيست اكزامبل السيستيك فايبروز اللي خطوه في الاطفال اللي هو عندنا بروبلم في الايه في البامب اللي هو سي اف تي ار اللي هو الشانل اللي بتعمل مسج للايه للصوديوم بامب. فالناس دول ما عندهمش فبيحصل ايه بروبلم في الاكزوكراين جلانز سواء الميوكاس جلاند في الايرويز او الاكزوكراين جلانز بتاعت البنكرياس. فيبقى عنده بنكرياتيك انزيماتيك فيلير مش هرمونال وكمان عنده برونكاكسيز سيستيك فايبروزز وبشخصه بان انا ايه بشوف السويت كلورايد كونتنت. دول ممكن احاول اصلحهم تمام تمام. طب انا ادخل الجين بقى اللي انا عرفته ادخله ازاي؟ بحطه في فيرال فيكتور زي الايه زي الناس اللي هم بتوع الايه الادينو فيروسز احطه فيه واحطه في بق العيان ببخاخ او دلوقتي بحنوف في المصل في المايوبلاست بحطه ترانسفيكشن. المين سايد افكت بتاعه الجين ثيرابي اللي هو انه العيانه في عيانه مشهوره جدا انجليزي سوري امريكيه اوف اسبانيش of Spanish ancestors. طبعا انت عارفين الاسباني الاسبانيش كلهم
محتلين ايه كاليفورنيا والحتت اللي هناك دي كلها، لدرجه ان كل الاسامي في كاليفورنيا مكتوبه بالاسبانيش. فدي كانت عيانه امريكان سيتيزن ويز سبانيش باك جراوند، شي ديفلوبد حاجه اسمها اس سي اي دي، ده في الايمونولوجي اسمه سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي، فعالجوها فجالها لوكيميا، فطبعا حصل لهم احباطا شديدا. تمام. طيب اخر حاجه بقى عشان ايه ده ليه كده؟ عندنا هنا حاجة مهمة أوي يا أولاد لازم نتكلم عليها، اسمها Human Genome Project. كنت عايز أوسع فيه يعني للبحث، لكن هو أنا قلت الكلام ده النهاردة إن إحنا لسه يعني هم عملوا السيكونس، وقلت البيس بيرز حسبوهم بتوع كل ليه 23 كروموزوم، مش 23 يعني ما عدا الواي، عملوا 22 اوتو والاكس عدوهم بيس بير بيس بير في كلهم، ولهم قلنا ايه 5 بليون و 055 بيس بيرز. كويس. اتعملت ازاي دي بقى؟ جابوا هم سنة 86 جابوا 3 جينيريشنز. كويس. الجد والاب والابن دول المفروض بقى وارثين من بعض، وخدوا ليه 23 كروموزوم بتوع الجد، 23 كروموزوم بتوع الايه الفاصل، 23 كروموزوم بتوع الايه بتوع الابن او الحفيد. كويس. واجي اشوف الايه ادرسهم، بدرسهم بطريقه يعني احب اقول لكم انها سهله وتخش الدماغ. كويس. انا ادي عندي كروموزوم اهو. كويس. تمام. وانا عندي ايه معمول من السي والتي والاي والسي، مش كده؟ فانا عندي مثلا ايه اندونيوكليز انزيم تكسر ما بين الاي والسي بس، ما تكسرش بين التي والجي. كويس. وعندي ايه؟ عندي اندونوكليس تكسر بين التي والجي. كويس. انا افرض الكروموزوم بتاعهم كده بتاع كل واحد من الثلاثه الاب والجد والحبيب، واحط الانزيم الاندونوكليس دي واخليه يشتغل على الكروموزوم 1 للجد، كروموزوم 1 للابن، كروموزوم 1 للحفيد، فهو دول هم متساويين، يبقى الاندونوكليس هيكسر او يقطع الايه الكروموزوم 1 بتاع الجد قد اللي قطعه من الاب قد اللي قطعه من الايه من الحفيد، يسموها ريستريكشن فلاب لينث بوليمورفيزم. طب لو هو بقى ايه عنده سي جي بتاعه الجد غير السي جي بتاعه الابن، فيبقى طول الجزء اللي هو الريفلكشن اللي قطعه من الجد غير ده. تمام. وابتدوا يعملوا كده لغايه لما دلوقتي يلاقوا ايه الحتت اللي فيها اكسسيف بوليمورفيزم، اللي هو الحتت اللي متغيره اكتر تغيرات بين الاب والجد والحفيد، ويدوروا عليها ايه على بقى الامراض اللي هي ايه موجوده في الايه في هذه العوائل. تمام. دلوقتي بقى عندنا ايه لقوا تقريبا كل الامراض اللي في الدنيا لها ايه لها مجموعه من الايه من التشينجز اللي هي البوليمورفيزم في كل حتى الكاردياك ديزيز، يلاقوا ان في اريا معينه كروموزوم 6 مثلا ان دول متغيرين في كل جال كاردياك ديزيز وكل الامراض اللي في الدنيا. تمام. الماب اللي اتعملت وفرحوا بيها في امريكا سنه 2000 وعملوا احتفال طلعت انها مش كامله، وعملوا واحده لسه الاسبوع اللي فات كامله وفيها ايه كل البيس بيرز، ودلوقتي ايه بيدوروا على حاجه اسمها جواز اللي جينوم واد اسوشيتد سيكونس، وشوف الايه العيانين كل عيان، وعندنا دلوقتي لايبرري فيها كل الايه فيها كل الايه الكوبيز بتاعت الايه الهيومن جينوم، وبيقارنوها كل ايه ناس تشتغل على مرض معين يجيبوا الجينوم بتاعت الناس دي يقارنوها باللي موجود في المكتبه وشوفوا ايه الفروقات يعني. بدل وجع دماغ ده بقى كله، في حد قال ايه قال انا ايه اعمل حاجه اسمها هيومن بروتيوم بروجكت. وقال ايه الراجل ده ودراعه جدا، قال دلوقتي الجينز دي بتكود لايه بروتينز. تمام. طيب انا بقى اعمل ايه؟ اجيب بقى الهيومن سيلز وهيومن فلويدز
وبما فيهم البلد، واشوف ايه البروتينز اللي موجوده كويس، والبروتين اللي ما اعرفوش ادور على ايه، على ايه مشكلته، تمام. ودي يبقى ايه اخذان للايه للوضع من الاتجاه الايه السليم. لان انا دلوقتي طلعت مشكله اسمها ايبيجينيتكس، لازم تعرفوها. ايبيجينيتكس يعني ايه؟ ايبيجينيتكس يعني انا دلوقتي عرفت ان الجين المعين ده هو اللي بيعمل سيستيك فايبروسيس، موجود على كروموزوم كذا، تمام. طلع ان انا في فاكتورز بتاكتيفيت او ان اكتيفيت هذا الجين، دي بسميها ايبيجينيتك فاكتورز، يعني فاكتورز ويتش كنترول، احفظوا الديفينيشن، فاكتورز ويتش كنترول ذا اكسبريشن اوف ا سيرتن جين، تمام. دول ار يعني ار نوت انهيريتد، دول بيبقوا انفايرومنتال برودوسد، ويبقى العيان او الفرد منا بيورث الايه الجينوم بتاع ابوه وامه كويس، ويجي هو ديور اكسبوجر بتاعته للكوميونتي او للانفايرمنت اللي عاش فيه يعمل تشينجز في هذه الجينز. هذه التشينجز اما ميثايليشن بتاعت الهستون كويس، او دي ميثايليشن، احط مثال جروب على الهستون اللي موجود في الكروموزوم، او اعمل سيركولار ار ان ايز، دلوقتي لما بيحصل ار ان اي اللي بيستخدم بيستخدم ويفضل شويه ليفت اوفر، طلع دول ان هم برضو بيبقى ايه كنترولد، ما هو يعني معروف عددهم ومعروف الايه كمياتهم، تمام. وكمان بعد الميثايليشن وادي الايه والهستون الكروماتين والهستون ريجوليشن، دول اللي هم ايبجينيتك فاكتورز بيتحكموا في الاكسبريشن اوف ا جيفن جينز. يبقى انت حتى بيتكلموا لو هتصدقوني يعني، ولو في فرصه ابعت لكم، انه بيقولوا ان انا عندي جينز اوف افكشن، جينز كنترول الافكشن، الحب والكراهيه، في جينز كنترول الكلام ده كويس، وان الايه وان الكوميونتي والانفايرمنت هم اللي بيكنترول الاكسبريشن، including في كتابة ببعته لكم حتى الـ religious beliefs of somebody بيقولوا انها ايه انها inherited، لكن الـ community والـ environment هم اللي يقولوا ده expressed وده non expressed. كتاب موجود وببعته الـ affection genetics. طيب كفاية كده ان شاء الله، نشوف ايه اللي نقدر نعمله، ولو في فرصة برضو ان احنا نقول لكم حاجات للعلم ليس للامتحان. واسمع اي تعليق لو حد عايز يقول حاجه يعني. انتوا ما سمعتوش الكلام ده قبل كده روان؟ هي الفكره حضرتك بس انه الكلام كله يعني هو انترستنج جدا، وشكرا جدا لشرح حضرتك يعني، فعلا لكتشر جميله جدا، بس مش كله خدناه كده، في جزء اخدناه في الاطفال فعلا زي ما حضرتك قلت في الاول، لكن النص التاني قدره لا. نعم بتاع الانهيرتنس يعني بتاع لا احنا دلوقتي في البايوكيمستري المفروض يدوكوا الاستراكشر اوف بيورين اند بيراميدينز، اكيد موجوده في الكوريكولم بتاع البايوكيمستري. حضرتك لما كنا بناخد الحاجات دي وبايكمستري ده من سنين فاتت، بس يعني الفكره انه ما بناخد الحاجات دلوقتي كنا بناخدها فيري فيري سوبر فيش والله، يعني ما كناش بنخش بالظبط حضرتك. خير ان شاء الله، فلو يعني اشوف اقدر اعمل ايه ان شاء الله. فبس لانه فعلا البرانشز ده، عايز اقول لك حاجه والله اللي بتتكلم ان الدنيا مش كده خالص، الدنيا ولا حاجه من اللي بقوله يعني يوصل لمراحل الفظيعه. لسه بقول لك حتى الافكشن بقى له جينيتكس، والمساله كلها كيمياء، ده بيطلع وده ما بيطلعش، ويعني حاجات سبحان الله يعني. وكل الكلام فيها دلوقتي خاصه في الايبيجينيتكس، يعني حتى في الكوفيد دلوقتي، ان انا اقول مين يجي له الديزيز ومين يبقى عنده سيريس اعرفه من الجينيتك ميك اب بتاعه، حتى الدايبيتس. وانا قلت اكزامبل بتاع ليف روماناي ده، يعني لو ودي حاجه سهله ان لقوا
أنسة أو سيدة جالها early onset breast cancer لازم الناس تبقى واعية إنه يدوروا في العيلة وشوفوا إيه اللي موجود وشوفوا التست فور بي 53 ده لازم أبليكابل لأنه هينقذ حياتي يعني سواء في بهية أو في غير بهية يعني. Anyway يعني try to digest و I will try my best إن أنا help يعني إن شاء الله. ربنا يخلي حضرتك شكرا جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اهلا بيك اهلا بيك. تاني سارة برضو سارة صح؟ سارة؟ اه يا دكتور. ماشي ان شاء الله. بس عايز حضرتك يا دكتور ان فعلا يعني الموضوع ممتع جدا ويعني هو الادفانسد دلوقتي بس احنا فعلا كامتحان مضغوطين جدا في برانشز كتير فالموضوع يعني هيبقى عامل لنا مشكله في النقطه دي. انا في 601 انا زمان وزمايلكم يعني 601 اشفقت عليهم تماما لان انا عارف عندهم اضعاف اللي عندكم بصراحه يعني. لا والله دكتور 602 اصعب من 601 والله 602 اصعب كتير من 601 بس هناك ست ساعات حقيقه حضرتك احنا عندنا ساعات. حوالي لا 601 ست ساعات كريدت اورز انتوا ثلاثة بس ما هو ثلاثة بس ما هو دي المشكلة أصلا إن بتبقى المادة عليها درجات قليلة بس هي بتبقى كمادة كبيرة جدا ما بنعرفش نلمها لا دي متحكم فيها كبيرة جدا على الدرجات متحكم فيها بعدد الليكتشرز وكريدت أورز كل معروف كريدت أورز قد كده لو كريدتك قد كده ولو سير قد كده محدش يقدر يتخطاهم يعني لا أنا يعني فعلا حاولت أساعدهم بكل الطرق يعني لأنه مزروين يا ريت يا دكتور معلش ساعدنا عشان نتخرج يعني ان شاء الله شوف والله مش يعني شوف بتتعاطف معانا زيهم كده لا بس هم اكتر بصراحه يعني ان هم يعني فعلا هم عددهم قليل كطلبه لكن اللود عليهم جامد حاضر يا ساره شوف لك اي انباء ساره كده ونبعتها لك ان شاء الله ويوسف بيتكلم يوسف ولا مين؟ مين؟ انا محمد يا اهلا محمد حاضر نشوف كده نعمل ايه الف شكر الف شكر لحضرتك اهلا وسهلا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام مع السلامة شكرا جدا مع السلامة